هلا خلي موضوع الكاستنج لبكرة، نعطي اوكي مواعيد لبكرة، انا بفضل بس نهتم بأهم إشي، الشخصيات الموجودة في العمل. اولهم شخصية إيهاب إيهاب، طبعا، اصعب شخصية انت عارف دائما بتغلبني. الملابس نعرف كيف نلبس الشخصية، والشعر الشعر فاضل قصة خلص أكيد لازم أكيد. يتغير. آه ما بزبط، احنا قلنا نحلق له هي الحلقة حسب شخصيته مجنونة اللي هي، هي شخصية مجنونة 100%، خلص. بس انه من هون زيرو جوانب ومن تحت سبعة، وهذا عرف الديك بنعمل له اياها كوكو بالضبط، هي عجبته كوكو كوكو 100%. خلينا نشوف شو في اخبار على الفيسبوك، بلكي جايبين اعلانات علينا هلا. اعزائي المشاهدين مساء الخير، معكم الفيسبوك شخصيا. كثير من الامور اليوم نزلت علي، يعني صور وفيديوهات وتحديثات وامور رايحه جاي، بعضها صادق بعضها كاذب، بعضها بحزن بعضها بفرح بعضها مفجع بعضها مرعب. ولكن من أصعب الفيديوهات اليوم كان اللي هو ناشطون قاموا بنشر فيديو لشباب يقومون بضرب النجم إيهاب أسعد المعروف حموتة أو أبو سعد، حيث بالفيديو نرى الشباب يقومون بضرب إيهاب ضربا مبرحا، ومن ثم قتله، ومن ثم تقطيعه إربا إربا، حيث وجدنا رجله الشمال موجودة في منطقة الهاشمي، كرشه موجود في ماركة، دانه اليمين موجودة في الزرقة، ونشر بعض الأهالي فيديو لأطفالهم يلعبون فوتبول برأس إيهاب في منتزع عمان القومي. قتلوا إيهاب؟ مش عارف، انا مش حابب اسمع، مش قادر اسمع، لا مستحيل. الله يرحمه، الله يرحمك يا الله يرحمك يا مش قادر اصدق. الله يرحمه ويغفر له. خلاص يا اخوان، انا لله وانا اليه راجعون. مش قادر اصدق يا فضل، مش قادر اصدق. عمري ما راح انساك، عمري ما راح انساك يا ايهاب. انا يا فضل انا اكثر واحد كلابي عن جد، ما كان بنتنا كمستري عارف شو. عمري ما راح انسى يا شهد المشهد اللي تحت ايدي لما مسك شعراتك وبلش يعطفيهم يمين وشمال يمين وشمال. ما تذكرني، ما تذكرني، قول لك فوف اللي كنا ناكلها. ما خلى ممثل الا وشمطه كف. شفتي الكفوف اللي ضربني اياها يا زلمه؟ الكفوف اللي ضربني اياها الزاد حقيقية، الزاد حقيقية. يا اخوان انا ما بدت، انا جابكم انا اللي بضرب عقيني، بلمسكم يا اخوان. انا مش ميت. ايش؟ انا مش ميت. يعني بدك اياني اصدقك واكذب الفيسبوك؟ بلاش، ما تصدقنيش، انا عايش. انت ميت، انت كذاب، انت كذاب. انا طلعت ميت يعني، طلعت ميت. انا ميت يا عمي، انا عمري ما تصدقني. انا بدي احمل، انا بدي احمل. وهي اجت تحميل جديده، مجرمين السفنه الاوخاد، وهي تحميله كمان، تحميله، تحميل جديدة. حمل، حملت، انزلت، حمل كمان مرة، حمل، حمل خلص. رحمة الله عليك، الله يطعم الفيسبوك وشكله.